أسعد الله صباحكم أصدقائي الأطفال، وسعدنا لقاءكم مع هذا العدد الجديد من مجلة الأطفال. وخير بداية لمجلتنا اليوم هذا الموضوع الديني الذي جعلناه افتتاحية هذا العدد من مجلة الأطفال خصيصا للصغار أحباب الله، ولنبدأه بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أسماء الله الحسنى الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني هل يشك أحد في أن الله سبحانه وتعالى يعرف أسرار خلقه؟ أليس هو خالق وصانع كل شيء؟ وكل صانع خبير بأسرار صنعته، وهو اللطيف الذي لا يخفى عليه سر، وهو اللطيف الذي لا تخفى عليه خافية، الخبير العالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والإنسان العالم والإنسان الخبير هو الإنسان الذي له علم واسع بالحياة، سواء كان في الزراعة أو البناء أو التجارة، ومهما وصل الإنسان من علم فعلمه محدود، لكن علم الله سبحانه وتعالى بلا حدود، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. رحمة الله للعالمين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بستانا لأحد الأنصار، وكان بالبستان جمل كبير السن، وما إن رأى الجمل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ يعدو إليه، ثم وضع رأسه على كتفه وأخذ يهمهم، ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل وقال: اتقوا الله في هذه الأجموات، أطعموها ولا تحملوها فوق طاقتها. اعتذر الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم وعداه أنه لن يمسه بسوء ولن يحمله فوق طاقته. هكذا كان لكل شيء عليه الصلاة والسلام. لا يأخذ لنفسه شيئا. حاول رجل اسمه الربيع أن يقنع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينفق شيئا من بيت مال المسلمين على نفسه، فقال له عمر: إن مثلي ومثل رعيتي كمثل قوم خرجوا في سفر طويل فسلموا ما معهم من أموال خصصوها لنفقات الطريق إلى رجل منهم، وقالوا له: أنفق علينا. فهل يجوز له أن يأخذ شيئا من تلك النفقات لنفسه؟ فقال الربيع: لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وأنا كذلك، لا يجوز لي أن أخص نفسي بشيء من أموال المسلمين. وعندنا سالفة بعنوان طارق الليل. جاء رجل في ظلام الليل وطرق باب امرأة مسلمة، فلما خرجت أعطاها شيئا وابتعد عنها مسرعا، وكرر ذلك عدة مرات. وذات ليلة شاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يحدث، وكان ذلك عندما خرج مهاجرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل المرأة قائلا: من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو؟ فقالت:
إنه رجل من المسلمين فقد عرف أنه لا أحد لي، فهو يخرج كل ليلة في المساء ويكسر أصنام قومه من الخشب ثم يأتي بحطامها كي أستخدمها كوقود. فلنرى أصدقائي مدى مساعدة وتعاون المسلمين بعضهم لبعض. السالفة الثالثة أصدقائي عن ابن الأكرمين. تسابق أحد المصريين مع ابن حاكم مصر فسبقه، فضربه ابن حاكم المصري وقال له كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين. فانتظر المصري موسم الحج وسافر إلى مكة لأداء الفريضة، وشكى إلى الخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستدعى عمر حاكم مصر وكان يحجان وأعطى الصبي العصا وقال له اضرب ابن الأكرمين، ونظر إلى حاكم مصر وقال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ومن أحلى السوالف أنه جاء أعرابي إلى رجل في حاجة، وكان مع الرجل تين، فلما رأى الأعرابي أخفى التين في ردائه أي في ثوبه، ثم قال للأعرابي وهو يحدثه اجلس، هل تحسن حفظ شيء من القرآن الكريم؟ قال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. وأين التين يا رجل؟ والتين والزيتون هو تحت كسائك يا أخي، والله ما أدري أيهما أبعد غورا في النار أي أسفله، الكذاب أو البخيل. يعني أصدقائي هذا الأعرابي عندما جاء إلى الرجل أخفى التين في ردائه، وطبعا هني هذا يدل على البخل، وأيضا ادعى أنه ما يملك التين وهذا كذب. كان يقول للأعرابي والله ما أدري من اللي راح يكون في أسفل النار، الكذاب أو البخيل. كان هشام بن عبد الملك من ملوك الدولة الأموية في بداية القرن الثاني الهجري. ذات يوم دخل الكعبة هو مع صديق له اسمه سالم بن عبد الله. بينما هما داخل الكعبة قال هشام لسالم سلني حاجتك، فقال سالم أكره أن أسأل في بيت الله غير الله. إلى هنا أصدقائي نأتي إلى نهاية هذه الصفحة الحافلة بالقيم الدينية التي نرجو أن يكون لما جاء فيها من عبر قدوة طيبة لكم في حياتكم وأنتم ما زلتم صغار، وسريعا ما تتذكرون ما نقدمه لكم من خلال هذه الصفحة، فأنتم بالفعل أحباب الله. وبعد هذا الفاصل أصدقائنا المشاهدين عودة لصفحات مجلة الأطفال ونشوف إيش عندنا. أصدقائنا المشاهدين يمكن الكثير منكم يولد وعنده قدرة على عمل كثير من الأشياء، وكلنا عنده مواهب، منا من عنده مواهب موسيقية، ومنا من عنده مواهب صناعية يقدر يستخدم إيده في صناعة الكثير من الأشياء، وكذلك الكثير منا اللي عنده أفكار كثيرة يفكر فيها ويطبقها، وهناك كذلك من عندهم موهبة رياضية فهم موهوبين في مجال الرياضة ويلعبون ويجدون الكثير من الألعاب الرياضية. إحنا دائما نشجعكم هنا في مجلة الأطفال، ويمكن وعدينا قاعدين دائما يذكرون هالموضوع باستمرار، لكن إحنا دائما نشجعكم ونتمنى لكم التوفيق في كل هواياتكم. ويمكن من الهوايات اللي انتشرت منذ زمن طويل هي هواية جمع الطوابع ذات القيمة الكبيرة، منا من أنه يحب يجمع طوابع كثيرة. على هذا الصفحة من مجلة الأطفال نأخذكم في هذا الاستطلاع، واعتقد أن كل من عنده هواية جمع الطوابع يهمه أنه يتابع معنا هذا الاستطلاع اللي نأخذكم فيه إلى وزارة المواصلات القسم الخاص بطوابع البريد علشان نشوف الطوابع هناك، وراح نشوف كذلك في هذا الاستطلاع طابع عاصفة الصحراء اللي صممه الفنان جعفر إصلاح.
وأصدقائنا المشاهدين، هناك الكثير من الطوابع مثل ما تعرفون اللي أصدرت بعد فترة الاحتلال العراقي الغاشم لبردن حبيب الكويت، تتضمن تسجيل لكل الأحداث والقضايا اللي حصلت منذ فترة الاحتلال وحتى تحرير بلدنا وكذلك قضية الأسرة. إيش رأيكم الحين نشوف شنو سجلت لنا كاميرا مجلة الأطفال؟ أتمنى أن هذا الاستطلاع قد حاز على أعجابكم ونال رضاكم، وإن شاء الله نأخذكم في استطلاعات أخرى، وأعتقد أن الكثير منكم عرفنا الحين في معرض خاص للطوابع. أصدقائنا المشاهدين، إحنا دائما نشجعكم على تنمية مواهبكم، ولأي شخص عنده موهبة عنده هواية إحنا دائما مستعدين أن إحنا نستضيف عندنا أو حتى نأخذ الكاميرا ونيجي ونشوف شنو عنده من هوايات ومواهب. أي شخص عنده هوايات أو مواهب غريبة، أي شخص سجل لنا أشياء غريبة، تعرفون أن كاميرات الفيديو هالأيام منتشرة، مستعدين إحنا نشوف شنو عندهم وكذلك نقابلهم. هذه فرصة متاحة لكم من خلال التلفزيون أنكم أنتوا تعرضون مواهبكم على سادة المشاهدين. أصدقائنا المشاهدين، والحين نشوف شنو عندنا في مجلة الأطفال. أصدقائي، ندعوكم لمتابعة هذه الاستراحة القصيرة. Thank you.
أصدقائي، الوالدين علينا حق وواجبات، ويجب أن نستمع إليهم وإلى كل نصائحهم التي يوجهونها فيها إلى ما فيه الخير لنا. وعلى هذه الصفحة من مجلتنا مجلة الأطفال ندعوكم أصدقائي لذكر كل ما ينصح به أب لأبنائه من خلال تجاربه التي يمكن أن تعود على أبنائه بالخير والفائدة. ولنبدأ الآن مع الصديقة نادية. أرجو أن تستمعوا مني ما قال لي أبي. وعن الإيمان قال لي أبي: الصلاة مصدر قوة وراحة، وتساعدنا على الإحساس بالأمان وطرد الخوف والقلق من أعماقنا، ونحن نستطيع احتمال مصاعب الحياة ومتاعبها بسهولة أكثر، إذ تقبلناها كجزء من الحياة وأدركنا أننا نشارك بعضنا البعض في متاعبهم من حين لآخر. عن أجسامنا قال لي أبي: أجسامنا هي أدق وأرق آلة يمكن أن نقتنيها إذا عرفنا كيف نحسن معاملة هذه الآلة الدقيقة، استطاعت أن تقدم لنا أحسن الخدمات طول العمر، فهي قابلة للتكيف بصورة رائعة، والجسم النظيف والقوي النشيط والصحي هو مصدر فخر لصاحبه. وعن السلوك قال لي أبي: إن القدرة على تقبل التأنيب أو العقاب على خطأ ارتكبته علامة على القوة، والإنسان الحقيقي هو الذي يصر على عمل الخير في الوقت الذي يتخلص فيه من الشر ويكافح ضده. وعن الخوف قال لي أبي: إن الخوف الحقيقي في لحظات الخطر شيء لابد منه وطبيعي، ولكننا يجب أن نواجه كل خوف ونتغلب عليه ونقهره، مثل الخوف من الظلام والخوف من عدم النجاح ومن الفشل. عندما نقاوم مخاوفنا وعندما نفتح النور في الظلام لن نجد ما يخيف، عندما نفعل ذلك يخاف منا الخوف ويتلاشى. وعن السعادة قال لي أبي: إن أسعد الناس ليس أغناهم وليس أكثرهم، موهبة الإنسان السعيد يجد المتعة والراحة في الأشياء الأساسية والبسيطة جدا في الحياة، أنه يتذوق اللحظة التي يعيشها في ويحب ما يعلمه من حوله، ويعشر بانسجام مع العالم، ويتمتع بقدرة على الحب والعطاء. وعن العمل قال لي أبي: أعظم مصدر للسعادة هو العمل الخلاق الذي تبذل فيه جهدك وتعطيه من فكرك وتنفذه بإتقان، إنه مصدر الرضا بلا حساب، وكل عمل نقدم عليه بلا حب يصبح مملا وثقيلا. أبي قال لي: كما نقدر أنفسنا يقدرنا الناس، ولا نتوقع احتراما من أحد إذ لم نحترم أنفسنا. وعلمتني الأيام إن الذين يفقدون صداقتهم مع أنفسهم يعيشون حياة راضية وسعيدة، لأنهم يقبلون أنفسهم بضعفها وقوتها، وكأنهم يتعاملون مع صديق ويقبلونه كما هو بحسناته ومزاياه ويغفرون له عيوبه. كنا جالسين مع والدي فقال لنا: يا ولدي يا ابنتي، كل ما أرجو أن تتذكروه هو روعة نظام الكون، والذي يظهر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء حي. شكرا للأصدقاء الذين قدموا لنا ما سمعوه من آبائهم من نصائح، بالفعل النصائح لنا جميعا، ويجب على كل صديقة وصديق يستمع إلى نصائح آبائهم والدي حتى يضمن النجاح في حياته المستقبلية. ونقلب صفحة أخرى أصدقائي فيها المعلومات التي تعود عليكم بالفائدة، وهذه المرة مع سفن الفضاء، وما هي وما الهدف فيها وكيف تنطلق إلى الفضاء الخارجي. أصدقائنا المشاهدين، إحنا عرضنا قبل عليكم قصص مثل قصة النفط وقصة الشمس، وصراحة وصلتنا الكثير من الآراء حول هذه القصص، الكثير منكم اتصل فينا وأعجب بهذه القصص وطلب المزيد منها. علشان كذي وتلبية لرغباتكم وطلباتكم، فرح نقدم اليوم لكم قصة أخرى من سلسلة هذه القصص المفيدة. هذه القصص هدفها أنها تقدم لكم المعلومات والحقائق
وتربطها بين الماضي والحاضر. علشان كذي أصدقائنا المشاهدين، مثل ما أنتم كلكم تعرفون أن عالم الفضاء عالم كبير تكثر حول الأسئلة وكذلك الحقائق والمعلومات. علشان كذي اليوم رح ناخذكم في هذه الرحلة إلى عالم الفضاء. يسبح القمر والنجوم في الفضاء، وكذلك تفعل الشمس. تبدو لنا النجوم ضئيلة بسبب بعدها السحيق عنا، لكنها في الواقع شموس كبيرة. القمر جارنا الأقرب في الفضاء، لكنه مع ذلك بعيد عنا نسبيا. سفينة الفضاء مركبة يصنعها الإنسان لتنطلق في الفضاء. المسافة في الفضاء شاسعة جدا. تنطلق سفن الفضاء عادة بواسطة صواريخ، إن الغازات الحارة التي تندفع بقوة من مؤخرة الصاروخ تجعلها ينطلق في الاتجاه المضاد. إذا رميت كرة إلى أعلى ارتدت وسقطت على الأرض، إن قوة نسميها الجاذبية تشد الكرة إلى الأسفل، والجاذبية هي التي تجذبنا إلى الأرض وتبقينا عليها. وليتغلب الصاروخ على الجاذبية الأرضية علينا أن نجعله ينطلق بسرعة فائقة، لذا يحتاج الصاروخ إلى كثير من الوقود. يحتاج إطلاق الصاروخ إلى تعاون أناس كثيرين. يسير العاملون في مركز التوجيه الأرضي الصاروخ أثناء انطلاقه في الفضاء، ويتصلون به بواسطة الراديو أو اللاسلكي. قد يتألف الصاروخ من عدة مراحل، أي من عدة صواريخ، والمرحلة التي ينتهي وقودها تنفصل عن جسم الصاروخ، وكلما ارتفع الصاروخ في الفضاء قلت مقاومته الهواء، وقلت بالتالي حاجة الصاروخ إلى الوقود. بعض الصواريخ تحمل بشراً، قد تكون الحجرة المأهولة في قمة الصاروخ وتسمى الحجرة الانفصالية، ويسمى الذين يقومون بالرحلة الفضائية رواد الفضاء. ليس في داخل سفن الفضاء جاذبية، لذا يطفو رواد الفضاء داخل الحجرة الانفصالية، ورواد يتناولون غذائهم عبر أنابيب، وإلا طفى الطعام هو أيضا. حملت سفينة الفضاء الأمريكية أبولو رواد الفضاء نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين ومايكل كولينز إلى مدار القمر، وحتى رائدان أرمسترونغ وألدرين على سطح القمر بواسطة حجرة انفصالية قمرية خاصة، فكانا أول من مشي على ذلك السطح. ليس في جو القمر هواء، لذا كان الرائدان يلبسان ثيابا فضائية خاصة ويتلقيان الهواء عبر خزانات، وكانا على اتصال بمركز التوجيه الأرضي بواسطة أجهزة الراديو أو اللاسلكي. استكشف رائدان أماكن من سطح القمر وجمعا صخورا قمرية. ليس فوق سطح القمر ماء ولا حياة فيه. انطلق رائدان بالحجرة الانفصالية القمرية عائدين إلى سفينة الفضاء أبولو التي ظلت تنتظرهما في مدار القمر بقيادة كولينز، فعادت بهم ثلاثتهم إلى الأرض وهبطوا في البحر بسلام. الأقمار الصناعية هي سفن فضاء لا تحمل روادا، وقد تكون صغيرة جدا في حجم كرة القدم. الأقمار الصناعية لا تبتعد كثيرا في الفضاء، بل تحملها الصواريخ إلى مدار حول الأرض وتظل تدور في مدارها ذلك زمنا طويلا. تقوم الأقمار الصناعية بأعمال كثيرة، ترسل لنا من الفضاء صورا للأرض فنحلل الصور ونعرف حالة الطقس. لبعض الأقمار الصناعية أجهزة عاكسة تتلقى الإشارات التلفزيونية والتلفونية من جانب من الأرض وتعكسها إلى الجانب الآخر. أطلق الأمريكيون في عام 1973 محطة فضائية اسمها سكاي لاب، مختبر الفضاء. ظلت المحطة تدور حول الأرض 6 سنوات إلى أن سقطت في عام 1979 وتحطمت.
وصل إلى محطة سكايلاب ثلاث مجموعات من رواد الفضاء الواحدة بعد الأخرى. قام رواد باختبارات فضائية كثيرة، وظلت إحدى مجموعاتهم في الفضاء قرابة 3 أشهر. مكوك الفضاء نوع جديد من السفن الفضائية، إنه سفينة فضاء تعود إلى الأرض وتستعمل مجددا، وهي تنطلق من الأرض كما ينطلق الصاروخ ثم تعود إليها فتهبط فوق مدرج كما تهبط الطائرة. صمم مكوك الفضاء بحيث يحمل 7 رواد والكثير من الأجهزة والمعدات، وقد جهز بحيث يستطيع رواد الفضاء فيه أن يبقوا في مدار حول الأرض شهرا كاملا. يمكن استعمال مكوك الفضاء لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض، كما يمكن أن يقوم الرواد وهم في الفضاء بإصلاح الأقمار المعطلة، ومن خلال التلسكوب الضخم تراقب النجوم. ويمكن أن يحمل المكوك العلماء ومختبراتهم إلى الفضاء ثم يعيدهم إلى الأرض بعد أن يكونوا قد قاموا بما شاءوا من تجارب واختبارات. أرسلت بعض سفن الفضاء إلى عدة كواكب لسبرها واستكشافها. سفن السبر الفضائي هذه لا تحمل روادا، وترى في الصورة منها سفينة الفايكنج التي حطت على سطح المريخ. ترسل سفن السبر الفضائية إلى الأرض صورا ومعلومات عن الكواكب التي تصل إليها، وفي الصورة ترى سفينة سبر فضائية تقترب من كوكب المشتري. قد نرسل في المستقبل سفن سبر فضائية إلى النجوم البعيدة. تحتاج السفن اليوم للوصول إلى أقرب النجوم إلينا نحو 100,000 عام. وقد تنشأ في القرن المقبل مستوطنات فضائية كبيرة يمكن أن تستوعب 1,000 البشر. وقد ينتج أولئك الناس في الفضاء ما يحتاجون إليه من غذاء وهواء، مستمدين الطاقة من أشعة الشمس. قد يكون في الفضاء مخلوقات حية أخرى، ولعل الإنسان ينطلق يوما في جماعات إلى بعض النجوم في رحلة تستغرق العمر كله، لكن ذلك ليس قريب الحدوث. أصدقائنا المشاهدين، أتمنى أن هذه الرحلة الجميلة إلى الفضاء قد نالت إعجابكم. أما الحين فنتحول إلى الزملاء فيصل وغانم ليعرفونا عن بعض المعلومات حول سفن الفضاء. هل تعلم أنه في العام 1961 تمت أول رحلة فضائية في تاريخ الإنسان؟ دار بها رائد الفضاء السوفيتي يوري غارين حول الأرض دورة واحدة. هل تعلم إنه إذا كان وزن الإنسان على الأرض 72 كيلو غراما فإنه يوزن على علو 6400 كيلو متر 18 كيلو غراما، ويوزن على سطح القمر 12 كيلو غراما فقط. إن بعض الناس يظنون أن مخلوقات حية من كواكب أخرى قد زارت الأرض، ومن الكثيرين يقولون أنهم رأوا بعينهم سفن الفضاء التي جاءت بها المخلوقات الفضائية. إن الفضاء يبدأ على علو نحو 160 كيلو متر عن سطح الأرض، ويستمر بعد ذلك إلى ما لا نهاية. وهل تعلم أن صواريخ ساترن 5 التي بنيت للرحلات القمرية يبلغ طول الواحد منها 110 أمتار؟ هل تعلم أن لكل الأقمار الصناعية ألواحا خاصة تتلقى أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة تشغل أجهزة الأقمار؟ وآخر ما عندنا اليوم في جولتنا الفضائية هذا الخبر عن أن الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية يذهبون إلى مدارس خاصة لتعليمهم على كيفية الحياة في الفضاء على المركبات الفضائية. طبعا هذه الدورات تنظمها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. نشوف مع بعض هذا الشريط اللي سجلنا لكم ويتضمن بعض المشاهد من الأطفال في أمريكا وهما يتدربون. نتمنى لكم أوقات ممتعة.
أرجو أصدقائي أن نقدم لكم المزيد من مثل هذه المعلومات في أعداد قادمة من مجلة الأطفال. والآن ابقوا معنا ومع المرح وفقرة من الأرشيف. هل تسمع صوت الشاكي؟ باكي باكي، هذا الأرنب يبكي يشكو يتعذب. الأرنب جار الطيب، من في المحنة لا يهرب. ما يبكيك أخي؟ قل لي يا خير صحاب الحقل. أبكي من قلة حولي، من ضعف وقت الهول. أنت قوي وفتي وشجعان وفدائي، لكن عدوي ذئب. ما الذئب؟ هل هو داء لا يرفع في الطب؟ ذئب؟ ما الذئب؟ هل هو ريح؟ هل هي نار لا تخبو؟ لا 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 لا، يحمينا الله تعالى. الذئب الذئب الذئب، وحش يحمل أهوالا. هو مخلوق ذو أنياب، وأظافره مثل حراب. أنقذنا منه يا رب، أنقذنا منه يا رب. لكن قل لي يا أرنب، لما جاء وماذا يطلب؟ الذئب أتى لبلادي، جاء ليأكل أولادي. يتجول في الأنحاء ويسد طريق الماء. لا أدري ماذا نفعل، لا أدري ماذا نفعل. صبرا صبرا وتمهل، دعنا لنذير الفكرة، ثم غدا نصنع أمره. أنتم يا أحباب صغار، والذئب كبير جبار، يملك من بعض الأظفار أسنانا مثل المنشار. أسنانا مثل المنشار؟ ماذا تقدر يا ضفدع أن تصنع لي؟ لا تجزع، لا تستصغر من شأني، فلرب صغير ينفع. اترك المكان واطلب الامان يا ذئب يا
والآن أصدقائي دعونا الاستماع إلى قصة الطفلة دبدوبة ونشوف الطريقة اللي تتناول فيها طعامها. طبعا من خلال القصة أو الأغنية اللي راح تسمعونها للطفلة دبدوبة المتينة، وقد سميت كذلك لأنها كانت تأكل بكثرة وخاصة الحلويات، وكانت لا تكتفي بالأكل المتواصل بل أنها كانت ترمي الأوراق على الأرض، مما يسبب إزعاج للحشرات اللي كانت تسكن في الحديقة، بالإضافة إلى أنها كانت أنانية جدا ما ترضى أحد يأكل وياها أو يشاركها بالطعام. فقامت الحشرات وعلى رأسها العنكبوت بإخافتها وإزعاجها إلى أن تركت المكان وراحت. Little Miss Muffet sitting on a tuffet, tucking into curds and whey. Along comes a spider when he sits beside Little Miss Muffet runs away. So what did he say? What did he say? Why did Little Miss Muffet run away? What did he say? What did he say? Think the spider only tried to come to play. I said, good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. Couldn't we play a game of hide and seek again? Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. If you run away, I'll shut my eyes and count to ten. Little Miss Me, she didn't want to be sitting with a dinner all alone. So when the spider came by, he asked the question why. Miss Muffet had to start the journey home. So what did he say? What did he say? Why did little Miss Muffet run away? What did he say? What did he say? Did the spider only try to come to play? I said, good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. Couldn't we play a game of hide and seek again? Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. If you run away, I'll shut my eyes and count to ten. Little Miss Moo, she didn't have a clue where the spider came and settled by her side. But you have to understand, it wasn't what she planned, so naturally off she went to hide. Did the spider only try to come to play? Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. Couldn't we play a game of hide and seek again? Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. If you run away, I'll shut my eyes and count to ten. Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anne. Couldn't we play a game of hide and seek again? Good morning, Miss M. Good morning, Miss M. If you run away, I'll shut my eyes and count to ten. هكذا أصدقائي مثل ما شفنا في قصة الطفلة دبدوبة أن الأناني ما له أي مكان بين المجتمع أو بين حتى المخلوقات. فمثل ما شفنا أن دبدوبة لم تكتفي بالأكل المتواصل، بل أنها ما حافظت على نظافة المكان اللي قاعدة فيه. طبعا هذا الشيء غير مستحب، وإحنا نقول أن النظافة من الإيمان، ولا بد أن نحافظ على بيئتنا نظيفة وصافية ونقية. الصفحة الأخيرة من هذا العدد من مجلة الأطفال نقضيها مع واحد من أعلام العرب، وهو موضوع المسابقة التي نقدمها للأصدقاء المشاهدين، ونرجو أن يتعرفوا عليه من خلال ما يدور بينه وبين أصدقائنا هنا من حوار.
السلام عليك أيها العالم الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أبناء هذا الجيل الطاهر. حدثنا عن نفسك من فضلك. هناك يا أحفادي الكثير من القصص التي رويت عني، حتى أن المرأة يظن أن شخصيتي خيالية، إلا أن الحقيقة غير ذلك. ولا تذكر المراجع الأصلية شيئا عن تاريخ ميلادي، فأنا مخترع الأندلس من أهل قرطبة من موالي بني أمية. ظهرت في عصر الخليفة عبد الرحمن الثاني ابن الحكم في القرن التاسع الميلادي. كنت شاعرا وفيلسوفا وعالما وفلكيا، وأنا أول من استنبطت في الأندلس صناعة الزجاج من السلكة، كما صنعت الميقاتة أي ساعة قياس الوقت. بنيت في بيتي قبة سماوية ومثلت فيها النجوم والغيوم والبرق والرعد. ومن أهم أعمالي هو اهتمامي بالطيران، وكنت أول طيار اخترق الجو. هل مررت بمراحل الطيران؟ منذ وجد الإنسان على سطح الأرض ظل حبيس كوكبه، لا يستطيع مبارحة سطحه ولا الإفلات من فيضة الجاذبية، إلى أن ظهر فجر عصر الفضاء واستخدم المحرك الصاروخي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى آخر المراحل التي انتهت بمرحلة المحركات سواء كانت الميكانيكية أو النفاثة. وقد عاصرت مرحلة الأجنحة المرفرفة، فهذه المرحلة قلد الإنسان الطير من أجل الصعود في الجو، واعتبرت بمثابة أول الطريق إلى غزو الفضاء. وكنت أول رائد هذه المرحلة، ويرجع تاريخ أول محاولة لي في عام 880 للميلاد. والمعروف أن تقليد الطير كان أمرا طبيعيا، ولا سيما من حيث الرفرفة بالأجنحة، فقد غطى معظم العلماء آنذاك أنفسهم بالريش، ظنا منهم بأن الريش يقلل من وزن الجسم. واستمرت تلك المرحلة حتى عام 1680 للميلاد. وما من شك يا أحفادي في أن محاولاتي باءت بالفشل، ولكن كلها أدت إلى نجاح الإنسان في أواخر القرن التاسع عشر في الارتفاع في الجو، وعقب ذلك مراحل الصعود بالبالونات والمناطيد، ثم بالطائرات ذات المحركات المختلفة. وفي القرن العشرين حتى أصبح الطيران هو الوسيلة الأساسية في الأسفار ونقل السلع والبضائع. هل عرفتم أصدقائي شخصية هذا العدد؟ هل هو أبو القاسم المجريطي أو ابن زكريا القزويني أو عباس ابن فرناس؟ أكرر، هل هو أبو القاسم المجريطي أو ابن زكريا القزويني أو عباس ابن فرناس؟ أرجو أصدقائي أن تبعثوا برسائلكم التي تحمل إجاباتكم صحيحة على العنوان التالي: تلفزيون الكويت، إدارة البرامج الثقافية، مجلة أطفال، مسابقة أعلام العرب، صندوق بريد 621، الرمز البريدي 13007. وتمنى لكم جميعا حظا سعيدا.